بمصر أمرت المحكمة العليا بحل مجلس الشعب بعدما قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء المجلس، وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية قانون ما يعرف بالعزل السياسي، مما يعني بقاء المرشح الرئاسي أحمد شفيق في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة السبت المقبل. خالد الأحمدي. المحكمة الدستورية العليا المصرية تصدر حكما بعدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وتقضي أيضا ببطلان التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي يعرف بقانون العزل السياسي، ما يعني أن أحمد شفيق الذي كان يشمله هذا القانون أصبح بإمكانه الآن خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 16 و17 من الشهر الجاري أمام منافسه محمد مرسي عن الإخوان المسلمين. قد انتهى عصر تصفية الحسابات، كما ذهب بلا رجعة أسلوب تفصيل القوانين واستخدام مؤسسات الدولة في تحقيق أغراض فئة بعينها ضد فرد آخر أو فئة أخرى. وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان في أبريل الماضي قد قضى بعزل رموز النظام السابق. نحن مش بنفصل قوانين دلوقتي على مزاجنا، القانون ده هيبقى عار لو كان أقرت به المحكمة الدستورية، لأن بعد كده هم من حقهم إن هو يختار أي حد يقول ده يعزل. واستنادا إلى مصادر عسكرية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ سقوط النظام السابق قد يعلن استعادته للسلطة التشريعية إلى أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة. هذا المجلس العسكري يريد أن يرجع النظام تاني للمستبد، ويريد أن احنا نرجعنا تاني طراطير. احنا مش هنرجع تاني طراطير، وهنقاوم وهنفضل نقاوم ضد أحمد شفيق، وهنستمر إن شاء الله. بقول لك حاجة، مش هنرجع خطوة لورا، يطلع قدامه الموت شهداء مع الناس ديت. بطلان مجلس الشعب يؤدي إلى حل الجمعية التأسيسية التي شكلها الأعضاء المنتخبون في مجلس الشعب والشورى، علما أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين يتمتع بالأغلبية في مجلس الشعب.